مساكم الله بالخير. احد مشاهير التواصل الاجتماعي كان لفتره طويله يدندن حول تجربته الفاشله بالزواج، ويؤكد انه ما راح يتزوج مره ثانيه وما راح يكرر تجربه الزواج وانه عازف عن الزواج. وكان في اثناء هذه التاكيدات يلمح انه يعيش تجربه حب او قصه حب او ايا كان سموها ما شئتم، يعني يحب وما يبي يتزوج. وقبل يومين صرح صراحه انه في مشكله بينه وبين اللي يحبها، وطلب من متابعينا انهم يعطونا رايهم بعد مشكله حصلت بينه وبين حبيبته انه يستمر معاها ولا لا، وسواء كانت القصه حقيقيه ولا مفبركه وعملها ليستعيد متابعينا اللي فقدهم بسبب كثره الدعايات اللي عملها مؤخرا. فان الرساله اللي اوصلها انه راح يعيش قصه حب وما راح يتزوج. انا حقيقه في ظل الجشع اللي قاعدين نشوفه في وسائل التواصل الاجتماعي اللي غيب القيم والاخلاق لدى الكثيرين، اللي صاروا يسوون كل شيء لاجل الماده او في سبيل الماده، فما ادري ان هذا الشخص قاعد يسويها جشعا وطمعا بالماده او لاجل المزيد من الشهره او سفه. وبنفس الوقت ما نقدر نغفل عن التوجهات اللي قاعدين نشوفها عالميا لتقلل من قيمه الزواج وتدعم العلاقات المحرمة وزواج المثليين وغيرها لأسباب لسنا بصددها. وخلاصة الكلام أن إذا كنت على خطأ أو معصية وأنت موقن أنك على خطأ، ففرق كبير بينك وبين من يسعى لنشر المعصية حتى وإن لم يفعلها. فالله تعالى توعد الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بأن لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لاحظوا أن الله تعالى قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، ما قال إن الذين يعملون الفاحشة. فإذا كنت مبتلى بإثم أو معصية فاستر على نفسك حتى يعفو الله عنك. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون، يعني كل الناس قد يعفو الله عنهم إلا من جاهر بالمعصية، فما بالكم يجاهر بمعصية ويحب أن تشيع الفاحشة. أنا لا أنزل هذه الآية وهذا الحديث على الشخص اللي تحدثت عنه أو أي شخص بعينه، فقد يكون سفه من هذا الشخص أن تصرف هالتصرف، لكن هذه نصيحة لي ولكم وللجميع ألا تنزلقوا بهذا المنزلق الخطير وهو نشر المعاصي.